هذا اهم موضوع عندنا، اهم موضوع عندنا بالموبايل كوميونيكيشنز. اهم تقنيه، اهم تقنيه تستعمل بالموبايل كوميونيكيشن او بالسيلولار موبايل كوميونيكيشن، الاتصالات الخلويه المتنقله، هي تقنيه الفريكوانسي ريوز. الفريكوانسي ريوز من اسمه مثل ما قلت لكم، هذا كلمه ري، هاي الحرفين الري تعني اعاده، ريوز يعني اعاده استخدام، فريكوانسي ريوز يعني اعاده استخدام التردد. والتردد قلنا عباره عن حزمه، حزمه من الترددات، يعني طيف صغير من الترددات، باند، باند يعني من كذا الى كذا. مثلا يكون عرضها 30 كيلو هرتز مثلا بالجي اس ام، عرضها 30 او 200 كيلو هرتز مثلا. هاي ال 200 كيلو هرتز بالضبط مثل ما قلت لكم، تصورها كانه فرع او بوري، انبوب ماده من جدول صغير بالخليه، هذا يخصص لنقل الماء، انبوب من تانكي او من خزان كبير لنقل الماء، هذا هو عرض الحزمه، جزء يعني كان يكون انبوب بسعه معينه، هذا مخصص، هذا اللي سميناه فريكوانسي او نسميه شانل، او نسميه شانل باندويث، او العرض القناه شانل باندويث، هذا يخصص لنقل البيانات. وقلنا البيانات عباره عن اما مكالمه صوتيه او داتا، رساله نصيه او فيديو او اي شيء اخر، اي بيانات تريد تنقلها من مكان الى مكان اخر. زائدا انه نتذكر بانه اي اتصال بينك وبين اي شخص ما يتم الا عن طريق البيس ستيشن، حتى لو كان الشخص بصفك، حتى لو انت عندك تليفونين وواحد بصف الاخر وتتصل برقم من رقم الى رقم اخر، ما يكون بها اتصال الا عن طريق البيس ستيشن. احنا مضطرين نسوي الفريكوانسي ريوز، وقلنا ميزنا السيلولار موبايل كوميونيكيشن عن البرودكاستنج، عن البث الاذاعي والتلفزيون، انه ذاك يبث بقدره عاليه وما ممكن اعاره استخدام التردد به، لان راح يحصل تداخل قوي، تداخل كبير. فلجأنا الى اسلوب اخر، انه قسمنا المنطقه الجغرافيه الى مجموعه من الخلايا، وزعنا هاي القنوات او الترددات او السبيكترام، هذا المخصص انه وزعناه على الخلايا وما كررناه ابد في العنقود الواحد، وزعناه هنا مثلا على الاي والبي والسي والدي والاي والاف والجي، وزعناه عليهم وكملنا التوزيع مالتنا وما كررنا، ومن المستحيل ان نكرر او نعيد استخدام تردد في نفس الكلاستر في نفس العنقود، ما نعيد استخدام التردد نهائيا. وين نكرر انه نستنسخ عنقود ثاني وثالث وهكذا الى ان نغطي المنطقه بالكامل. وبذيك الساعه لما نغطيها بالكامل المنطقه بالكامل، وبعدين انه نكمل اعاده استخدام التردد مره ثانيه. هذا الغرض من عنده شنو؟ الغرض من عنده زياده السعه، الغرض منه زياده السعه، نزود السعة مالتنا، السعة مال، السعة يعني شنو؟ مثل ما قلنا السعة لها مفهومين، السعة لنا مفهومين عندنا. الأول، المفهوم الأول هو زيادة عدد المشتركين، السبسكرايبر، المشتركين، أشخاص مشتركين، إيش قد ما يشتركون أشخاص أنا أريد أزود أنا، لأنه أنا بالنسبة لي غاية الأساسية أنه أنا اتحمل او اخلي النظام مالتي يحمل اكبر عدد من المشتركين. شلون اخليه يحمل اكبر عدد من المشتركين؟ انه اعيد استخدام التردد مره ثانيه، بس شو اخلي بين الخليه اللي استخدمت بيها، مثل هسه الخليه اي ترددات معينه خليت بيها قنوات معينه، اعيد استخدامها بالخليه اي، بس دائما احاول ابعدها. هنا اذكركم بشغله، انه انا اللي عندي ترددات معينة استخدمتها لنقل بيانات معينة في الخلية أي من الكلاستر الأول، وأكو شخص آخر بالخلية أي من الكلاستر الثاني أو من العنقود الثاني هم عنده بيانات يريد ينقلها، ممكن أنه اثنيناتنا مكالماتنا اثنيناتنا تكون آنية متزامنة سويا نحكي، بهيج حالة يلا يصير تداخل. يعني مو واحد مستخدم بالخلية أي هاي بهذا الكلاستر، مستخدم بالخلية أي هذا الكلاستر مثلاً، أو هذا اثنيناتهم، إذا هذا ما يحكي ماكو تداخل اعتيادي إذا مو اثنيناتهم سوية.
بس لما يكون الاثنيناتهم المتحدثين سوية مكالماتهم وسوية ينقلون البيانات، معناها راح يصير تداخل. وهنا أريد أن ننبه على شغلة مهمة أساسية، كل ما بعدت الخلية أي هاي هذا الكلستر عن الخلية أي هاي، فاعتياده راح يكون التداخل أقل. ليش؟ خلنا نفترض هنا البرج أو أي مستخدم من المستخدمين يعطي إشارة، يرسل إشارة، يرسل سيجنال، هاي إنه إلى أن توصل حتى تأثر على الخلية أي، والمسافة بعيدة، كل ما زارت المسافة كل ما هاي الإشارة شو يصير بها؟ تفقد كبير من طاقتها أو من قدرتها، تفقد الكبير منها، ولهذا تأثير التداخل أقل. يعني رغم أنه الباثلوس اللي سميناه الباثلوس أو خسارة الإشارة، رغم أنه تتأثر، رغم أنه تكون تتأثر بالمسافة تزيد بالزيادة، رغم أنه نعتبرها هي خسارة بالطاقة أو بالقدرة، لكنه نستفاد من عدها، نستفاد منها بيش؟ نستفاد أنه تمكننا من إعادة استخدام التردد، تمكننا من إعادة استخدام التردد. زين عيني؟ هاي شغلة من الشغلات المهمة، هذا اللي اسمه الفريكونسي ريوز. إذن الفريكونسي ريوز من نجي أعرفها شنية؟ هي إعادة استخدام القنوات المستخدمة في خلية معينة، في خلية معينة، في كلاستر معين، إلى خلية أخرى مشابهة لها بكلاستر آخر، نعيد استخدامها مرة ثانية، نعيد استخدامها مرة ثانية وثالثة ورابعة وعشرة إلى أن نغطي المنطقة الجغرافية كلها. هاي وحدة، هاي من الشغلات اللي نريد نذكر بها. الشغلة الثانية، عندي نسبة، أكو نسبة مهمة جدا، قلنا أكو قياس عندنا اسمه دي على R، هاي الريشو الدي على R اللي سميناها Co-Channel Interference Reduction Factor، Co-Channel Interference Reduction Factor. زين خلينا نشوف شنو هي هاي النسبة. قلنا دي على R، دي هي المسافة بين أي خليتين مشابهات بالترددات اللي استخدموها. يعني مثلا هسه تباوع هاي الخلية الوسطانية، هاي الخلية وهاي الخلية، شوف كلهن نفس الاسم ذن ياخذن، انت لا عبالك انه هذا كلستر، هذا بالرأس ترى مو كلستر، شوف هذا وحدة، هذا المربع الرصاص الجوة المسدد الشكل السداسي، هذا وحدة ذن الخلايا، يعني هاي الخلية وهاي الخلية ذن كل وحدة بكلستر، لكن الخلايا مشابهة بالترددات مالتها، ولهذا نسميها كو channel cell. وقلنا كلمة كو تعني اشتراك، كو channel، وقلنا channel هو تردد، معناها مشتركات بالتردد، مشتركات بالقنوات، يعني يستخدم نفس القنوات. يعني ممكن يصير بيناتهم تداخل؟ نعم، هم ذولا يصير بيناتهم تداخل، يعني مشتركين بنفس القنوات ونفس الترددات. زين عيني، اكو عندي نسبة مهمة، عندها نسبة مهمة اسمها دي على R. الدي خلي ببالك، الدي هي المسافة اللي أتمنى أن أسجلهم بعض الملاحظات. الدي هي المسافة بين أي خليتين مشابهات بالقنوات أو بالترددات اللي يستعملوها، هذا الدي. والR هو نصف قطر الخلية الوحدة، R هو نصف قطر الخلية. زين، هذا الدي على R. زين نجي الى الاشتقاق اللي قلنا عليه. طبعا خلي ببالنا الدي، لاحظ هنا الدي على ار يساوي جذر 3، ان هذا قلت لك القانون حفظ، بس هو قانون الاشتقاق قدامك واضح مو صعب، مساحه المثلث تعرفه، مساحه الشكل السداسي تعرف شلون تطلعها، الى ان تطلع الدي يساوي جذر 3 ان، دي على ار، دي على ار جذر 3 ان، هذا يعني موضوع مهم جدا جدا جدا. الدي على R جذر 3 ان دائما نخلي، هذا المثال حليناه هذاك الاسبوع، لاحظ هنا من هذا الجدول الخلاصة مال هذا المثال، انه كل ما الكلستر سايز يزيد، كل ما الكلستر سايز يزيد يعني حجم العنقود، قلنا اكو عنقود ب4، اكو عنقود ب7، اكو 13، اكو 12، اكو 19، اكو 27، بس ماكو 5 ولا اكو مثلا 10، لانه عرفنا معتمده على الاي والجي. الان هو الكلستر سايز هو اي تربيع زائدا جي تربيع زائدا اي جي، مو تحت الجذر، ها، اي تربيع زائدا جي تربيع زائدا اي جي. شنو الاي؟ المسافه اللي نمشيها على الاكس اكسس، يعني
المسافة مو مسافة نحسبها بالمتر، لا نحسب من سنتر إلى سنتر اللي قلنا هي جذر 3R، تتباوع كل الأبعاد مالتنا، الأبعاد مالتنا بدلالة نصف قطر الخلية، بدلالة الآر، بدلالة نصف قطر الخلية اللي هو آر. شوف هنا طلعناها، الآي تربيع زائدا جي تربيع، الآن هو حجم الكلستر، آي تربيع زائد جي تربيع زائدا آي جي. شو نحسب الآر؟ هم رجعك عليها أذكرك بيها. شو نحسب الآر؟ مثل ما قلنا بهذا الشكل، أحسبها من هذا القدر مالتي أنا، كأنه عندي مسطرة خاصة بي أقيس بها هذا آي. شوف هنا على المحور يو هي الآي، من سنتر إلى سنتر هذا واحد، هاي اثنين آي، هاي ثلاثة آي، إذا آي يساوي ثلاثة. إيش قد أصعد من سنتر إلى سنتر؟ واحد اثنين، إذا معناها اثنين هو قيمة الجي. هذا الكلستر رأسا إذا أقول لك إيش قد حجمه راح تقول لي آي تربيع زائد جي تربيع زائد آي جي. إيش قد الآي؟ واحد اثنين ثلاثة، إذا ثلاثة، وهنا جي اثنين، إذا آي تربيع ثلاثة والجي تربيع أربعة، والآي جي هو ثلاثة في اثنين ستة، فمعناها عندي 9 و4 13 و6 19، معناها حجم الكلستر هذا 19. اذا ممكن يكون حجم الكلستر 19، هذا حجم الكلستر اللي هو ان، ان يساوي اعيدها اي تربيع زائد جي تربيع زائدا اي جي، والاي والجي كلاهما القياس مالته عباره عن جذر 3 ار. منين جبنا جذر 3 ار؟ منين جبنا المسافة بين مركزي أي خليتين متجاورتين أي شكل سداسية؟ إذا شفتها وطلعت المسافة بيناتهم بقانون الجيب تمام، لاحظة مثل هذا الرسم راح يطلع لك جذر 3 آر اللي هي هذا القياس مالتك أو هاي الوحدة مالتك. نجي إلى الدي على آر، قلنا هي نسبة يسموها الكو شانل انترفيرنس. شوف اسمع، كو شانل انترفيرنس ريدكشن فاكتر، كو شانل انترفيرنس ريدكشن فاكتر، هاي co-channel interference reduction factor، هاي co-channel interference reduction factor، هاي co-channel interference reduction factor هي D على R يساوي جذر 3 N. الآن جوا الجذر، والأن هنا هي I تربيع زائدا J تربيع زائدا I J. هذا القرار مثل ما قلنا انتهينا من عنده، لأن هذا له علاقة بالتداخل. كل ما زود D على R، قلنا D على R جذر 3 N، دي على ار جذر 3 ان، بمعنى كل ما زود الان الدي على ار راح تزيد، نسبه الدي على ار راح تزيد، لانه جذر الدي على ار يساوي جذر 3 ان. لاحظ هسه زود الان، نا دي على ار جذر 3 ان، زود الان يعني اذا صارت الان هسه مثل 3، 3 في 3 9، جذر 3 ايش قد؟ جذر 9 3، راح يصير دي على ار 3. زين، اذا سويتها خلينا نقول 12 الآن، 3 في 12 36، جذر 36 6، إذا كانت 3 صارت 6، معناها الدي ايش يصير بها؟ تزيد. إذا معناها ايش نسوي احنا؟ احنا كل ما نكبر حجم الكلستر، كل ما نزود الآن، كانت 3 طلعت الدي على آر 3، صارت 12 الآن، من 3 زودناها 4 مرات يعني صارت 12، صارت الدي على آر صارت نسبتها 6. إذا لما تزود حجم الكلستر النسبة دي على ار راح تزيد، الدي على ار راح تزيد، بمعنى شنو؟ بمعنى لما الدي على ار راح تزيد يعني المسافة، الدي شنو قلنا؟ الدي المسافة بين أي خليتين يستعملون نفس الدرجة، كل وحدة بعنقود، كل وحدة بكلستر، كل وحدة بكلستر، لأن هي كو شانل انترفيرنس، مثل ما قلنا كو شانل ريوز ديستنس نسميها، كو شانل ريوز ديستنس، كو شانل ريوز ديستنس، خلايا متشابهه بالترددات بس كل وحده بعنقود. اذا لما نزيد هاي المسافه، هاي لما نزيد بصالحي بمصلحتي لما نزيد، ليش؟ المسافه بين اثنين، يعني هسه مصطفى دا يحكي ومرتضى دا يسمعه، لما يكون مرتضى بعيد عنا جدا الدي زاد، هذول الاثنينات يستخدمون نفس التردد، خلينا نتصور ان التردد استخدموه بالصوت مالهم نفس الشيء، المسافه بيناتهم زادت، معناها لما المسافه مالتهم تزيد معناها تاثير التداخل شو يصير به؟ يقل اكيد، لان الاشاره تضعف بزياده المسافه. تناسب بيناتهم عكسي. زين. بايش يفيدني اذا قلت التداخل؟ اول شيء احصل على فويس كواليتي عالي، صوت مرتب، يعني السيجنال مالتي نظيفه، تكون السيجنال مالتي نظيفه، زائدا
طبعا يسمون السيجنال تو نويز ريشيو. تخيل انت قاعد تستمع الى محاضره ويمك التلفزيون، كل ما تعلي التلفزيون التلفزيون راح يكون نويز بالنسبه لك، اذا ايش راح يصير؟ ما راح تستوعب الحكي اللي دين حكي لك. بس كل ما انه النويز قل، قللت النويز لان هو الانترفيرنس نوع من انواع النويز، كل ما قل النويز كل ما الاشاره عندك راح تكون اوضح. نجي الى موضوع الجدول هذا، لاحظ كل ما زودنا، كل ما زودنا الان، كل ما زودنا الان راح يزيد عندنا شنو؟ راح يزيد عندنا طبعا لما انت لما تجي عندك عدد محدد من القنوات، عدد محدد من القنوات تري توزعه على كلاستر واحد، مثل ما قلنا اتفقنا اول مره نوزع على كلاستر واحد. لما توزع على كلاستر واحد عندك مثلا راح تكون اذا وزعته على اربعه راح يكون عدد قنوات 240، اذا وزعت على سبعة راح يكون عدد القنوات 138، اذا وزعت على حصه توزعها على اثنين كل واحد حصته اكبر، لما توزعها على اربعة راح تكون اقل، لما توزعها على سبعة اقل، لما توزعها على 20 وهكذا اقل. معناها راح تقدر تحصل على قيمه الكواسي. هنا ركزنا عليه، اللي ركزنا عليه هو ريوز ديستنس ريشيو، او سميناه مثل ما قلنا كو شانل انترفيرنس ريدكشن فاكتور، الجذر 3 ام. شوف الجذر 3 ايش دي يصير بيها؟ ادي ليها الدي على ار، قلنا تساوي جذر 3 ام، الدي تزيد، قلنا كل ما نزود الكلستر شلون قبل شويه قلنا 3 وقلنا 12 تزيد النسبه مال الدي على ار، معناها الانترفيرنس راح يقل. من يقل الانترفيرنس على نظريه شانون انه لما نقلل الانترفيرنس اقدر ازود السعه، اقدر ازود سعه النظام، اقدر ازود سعه المنظومه. معناها راح تقل قيمه، تزيد قيمه الكباسيتي مال المنظومه، تقل قيمه الكباسيتي، تزيد العفو قيمه الكباسيتي مال المنظومه، سعه النظام. هو مثل ما قلنا الكباسيتي او السعه لها مفهومين، المفهوم الاول هو الداتا ريت، ايش قد حجم نقل البيانات بالثانيه بت بير سكند نقيسه، وممكن يكون المفهوم مالها عدد السبسكرايبر، عدد اليوزر، عدد المستخدمين. زين نجي اكو نوع اخر من انواع الانترفيرنس سميناه، انا حاشي هذا الموضوع ذاك الاسبوع، سميناه adjacent channel interference. الadjacent معناها متجاوره، يختلف عن الكو شانل انترفيرنس. الكو شانل مثل ما قلنا ذولا من اسمهم كو شانل معناها مشتركين بنفس التردد، يبثون بنفس التردد. زين ذولا يبثون بنفس التردد، اكو خليه اسمها اي بالكلاستر الاول وخليه ثانيه هم اسمها اي بغير كلاستر، ذول اثنيناتهم بنفس التردد يبثون، اذا يصير بيناتهم تداخل لان اثنيناتهم يستخدمون نفس القناه نفس التردد، بمعنى هذا يسموه كو شانل انترفيرنس. لا الادجسنت شانل انترفيرنس يختلف، شلون يختلف؟ انه الترددين مختلفه، بس مثلا الخليه الاولى ماخذه خلينا نقول من 1 إلى 10 ميجا هرتز تشتغل عليها، قسمتها الى قنوات تشتغل عليها، والثانيه باديه من 10 إلى 20. اذا العشرة وال11 بياناتهم ايش يصير؟ متجاورين، يصير تداخل، مثل ما انت وجيرانك من هو يحكي انت تسمع صوته، يجوز لانه ماكو عزل صوتي تسمع الصوت مالته، اذا يصير بياناتهم تداخل. هنا طبعا يستخدمون نوع من الفلاتر الكفوه حتى يحجبون الشانل انترفيرنس لما يكون ادجست بياناتهم، ولهذا دائما شو يسوون؟ يعزلون، يحاولون يعزلون، يعني مثلا من 1 للـ10 ميجا استخدمته بهاي الخليه، ما تستخدم راسا من 10 للـ20، لا تطفر فد اثنين من 12 مثلا 22، تترك مسافه بهذا التردد حتى لا يصير هذا النوع من التداخل اللي هو adjacent cell interference. هذا توزيع التردد. اخطر مهمه بالموبايل كوميونيكيشن اول ما يبدي، اخطر مهمه الى المهندس او المصمم انه شلون يوزع الترددات وشلون يعيد استخدام التردد، ولهذا هاي للمصمم مهمه جدا، عمليه مهمه جدا انه شلون يعيد استخدام الترددات ووين يعيد استخدامها، ووين يعيد استخدامها وش وقت يعيده وبياخليه يعيد والمسافات اللي يخليها، لانه راح تكون مثل ما قلنا الدي على ار، خلي ببالك انه الدي هي المسافه بين اي خليتين يستخدمون نفس الترددات، وقلنا كل خليه بكلاستر بس الار هي نصف قطر الخليه، نصف قطر الخليه. قلنا نتخيل بانه الشكل السداسي محاط بدائره وانصاف، والمسافه من مركز الخليه الى اي راس من رؤوسها الشكل السداسي
هو هذا نصب قطر الخلية. نصب قطر الخلية لما تكون كبيرة معناها مساحتها كبيرة، يعني الآر كبير، لأنه قد قربناها إلى دائرة، فنصب القطر تربيع في النسبة الثابتة مساحة الدائرة، أو هي مثل ما قلنا 2.59259 شنو في آر تربيع، مثل ما طلعنا مساحة الشكل السداسي. بمعنى من أزود، من أزود الآر راح تزود المساحة، وبهيك حالة الخلية لو تكبر إذا أزود الآر أو تصغر، لما نصغر الآر إذا مساحة الخلية معتمدة على نصب قطرها. وهنا خلي ببالك أكو خلايا تكون مو كل الخلايا منتظمة بكل النظام بكل الشبكة، يعني مو أنا أجي خلي خلية في منطقة ريفية خلي لي خلية صغيرة وخلي ما خلية كبيرة جدا في منطقة مزدحمة مثلا بالسكان أو منطقة تجارية أو مول. ليش؟ لأنه الخلية اللي مثلا في منطقة عمرانية أو منطقة تجارية أكيد راح يدخلون بها ناس هواية، فلازم أستوعب حجم هاي الناس، استوعب العدد مالهم، انا ما راح اسكنهم، انا راح اتحمل نداءاتهم مكالماتهم الهاتفيه. اذا هاي الخليه راح اصغرها اسويها صغيره، اسوي الخليه صغيره واسوي خليه صغيره اخرى بصفها وخليه صغيره بصفها اخرى، فالخلايا بهاي المنطقه راح تكون اصغر، حتى الخليه هاي اخلي لها محطه خاصه بها هي اللي تحمل نداءاتها، هي اللي تحمل الترافيك مالتها المكالمات. زين، قلنا القانون اللي يهمنا ويفيدنا هو الدي على ار اللي سميناه كوت شاندلر انترفيرنس ريدكشن فاكتور، يساوي لنا جذر 3 ان، والان هي حجم العنقود او حجم الكلستر اللي يساوي لنا اي تربيع زائد جي تربيع زائد ان جي. خلينا نسمي النسبه دي على ار نسميها كيو، خلينا نسميها دي على ار، خلينا نسميها كيو اللي هي قلنا الكوت شاندلر انترفيرنس ريدكشن فاكتور. زين، هنا راح تأثر هاي الكيو على ار بي عليه من تأثر على السيجنال تو انترفيرنس ريشيو. من اسمه، من تسمع انت مهندس، من تسمع كلمة ريشيو مثل ما قال لكم معلمكم اني، من تسمع كلمة ريشيو معناها، كلمة ريشيو معناها نسبة، ريشيو نسبة، والنسبة معناها قسمة. حتى من اقول لك نسبة النجاح 80% يعني 80 على 100، اذا هي نسبة. السيجنال هي الاشارة الاصلية، يعني هسه اني من احكي وياك هي الاشاره مالتي اللي تسمعها حضرتك هي سيجنال. اي واحد يمك بالبيت مثل هسه هذا بالغاز يفوت منه، هذا يسموه الانترفيرنس. زين، اذا فات بالغاز، فات واحد حكى وياك، واحد دارب وندق عليك، هذا هو الانترفيرنس. اكو تردد بخليه اخرى او شخص بخليه اخرى دي يسوي مكالمه وانت ويا تستخدمون نفس القناه، فمعناها ذاك يعتبر انترفيرنس وانت السيجنال مالتك سيجنال. كل سيجنال وكل انترفيرنس هو عبارة عن باور، اثنيناتهم باور، اثنيناتهم باور، بس واحد ديزايرد مرغوب، مرغوب بالنسبة لك أو بالنسبة لي أنا كيوزر، والانترفيرنس هو شغلة غير مرغوبة. اثنيناتهم يتناسبون تناسب عكسي مع المسافة مرفوعة للقوة جاما، مثل ما قلنا تناسب عكسي مع القوة جاما، لأن الباتلوس يتناسب تناسب طرد، كل ما مثل ما قلنا إذا عندنا سلك ونقلنا خلال قدرة الخسائر مالتنا راح تزيد بزيادة المسافة، تزيد بزيادة المسافة. زين، هنا ايش راح يصير؟ السيجنال مالتي تقل بزيادة المسافة، مو عكس، لا هي نفس الشيء، الخسائر تزيد والقدرة المستلمة راح تقل. يعني انت لما عندك هسه مكان مولدة خلينا نقول، وعندك مكان اخر حمل، تنقل بيناتهم الباور بيناتهم تنقلها بسلك، كل ما زادت المسافة اكيد القدرة مالتك اللي راح تستلمها تقل. بس ليش؟ لأنه الخسائر بالأساس تزيد، والقدرة المستلمة هي القدرة المرسلة ناقص الخسائر، مثل ما شفنا بالشانل موديلينج. القدرة المستلمة الريسيفد باور هي القدرة المرسلة ناقص منها الخسائر. أنا إيش مطيك؟ مطيك قدرة خلينا نقول 30 دي بي ام، قدرها مرسلة، خسائر راحت منك 20 دي بي، راح تقسم 30 ناقص 20 يساوي لك 10 دي بي ام. فاعتياد القدرة المستلمة راح تقل، في حين الخسائر تزيد، كل ما زادت المسافة كل ما الخسائر تزيد. إذا معناها هنا اللي أريد أقوله، السيجنال تتناسب مع دي أس ناقص جاما، لأن القدرة مثل ما قلنا تتناسب تناسب عكسي مع دي أس جاما، عكسي واحد على دي أس جاما، إيش قد المسافة؟ دي.
ايش قد قيمة الجاما؟ قيمتها قلنا 2 3 اقل شيء قيمتها 2 بالفري سبيس. اذا معناها السيجنال المستلمة القدرة المستلمة تتناسب تناسب عكسي القدرة المستلمة قلنا، مو الخسارة، الخسارة تزيد بزيادة الدي اس جاما، تناسب طردي، كل ما زادت المسافة كل ما تزيد الخسارة. بس القدرة المستلمة شو يصير بها؟ راح تقل بزيادة المسافة. اذا القدرة المستلمة اس تتناسب مع دي اس ناقص جاما، هي مع واحد على دي اس جاما طبعا تناسب عكسي، كل ما زاد كل ما مثل ما قلنا كل ما زادت دي كل ما قلت القدرة المستلمة. اذا واحد على دي اس ناقص جاما ارفعها لي فوق شو تصير؟ تصير واحد على دي بالاصل واحد على دي اس جاما تصير تصير دي اس ناقص جاما. كذلك السيجنال زين هنا الاشاره ايش قد بعدها؟ هاي دي مقصود بها هنا نصف قطر، لانه هي الخليه اقصى مسافه لها نصف القطر، ابعد مسافه لها بداخل الخليه. بس الانترفيرنس منين دا يجي؟ دا يجي من خليه في كلستر اخر المسافه بيناتهم دي، يعني راح تصير عندك هنا كابيتال دي، كابيتال دي اس شنو؟ كابيتال دي اس شنو؟ اس ناقص جاما. صعد هاي الناقص جاما لي فوق ونزل هاي الناقص جاما لي جوا، ايش راح يصير؟ اس على اي يساوي دي على ار اس جاما، دي على ار، لان وحده منهم السيجنال داخل الخليه، اذا مسافه ايش قد؟ ار. الانترفيرنس منين يجي؟ يجي من خليه تبعد بالمسافه كابيتال دي عن الخليه الرئيسيه ام، ايش قد راح يصير؟ راح يصير المسافه مالتها دي، اذا وحده تتناسب مع ار نصف قطر الخليه، والثانيه لان انترفيرنس تعتمد على المسافه تناسب. يعني بهيك حاله هذا الموضوع فادني فائده كبيره، انه انا بالاصل مثل ما قلت لك انه عندي سيجنال وانترفيرنس وكلاهما باور، هذا باور وهذا باور، سيجنال باور والانترفيرنس باور. زين شو انا رحت على المسافه لعاد؟ لانه دا افترض نظام كل الشبكات مالته كل الابراج بيه تبث بقدره مساويه، تبث بقدره مساويه، كل قدره مستلمه تتناسب تناسب عكسي مع شنو؟ مع دي اس ناقص جاما، يعني اس يتناسب مع واحد على دي، دي كمسافه بشكل عام سمول دي اقصد اي مسافه، واحد على المسافه اس ناقص جاما. زين اذا هذا الاس يتناسب مع واحد على المسافه اس ناقص جاما، صعد الناقص جاما لي فوق راح يصير يتناسب مع دي اس شنو؟ بالاصل راح يصير ويا جاما. زين السيجنال وين تنتشر؟ تنتشر بالخليه، نصف قطر الخليه ايش قد؟ ار، اذا سمول ار هو الاس. هنا أنا حققت شغله مهمه استفادت منها، شنو هي الشغله اللي استفادت منها؟ انه هذا مو كان ما اروح على الباور والواط والدي بي، انه عوضت عن كل سيجنال بالمسافه، لانه التناسب بين القدره المستلمه تتناسب تناسب عكسي مع المسافه مرفوعه للقوه جاما، اذا انا استعاضت عن القدره بالمسافه وخلصت نفسي. بس عندي مسافتين، مسافه بداخل الخليه اقصى بعد لها ار نصف قطر اللي هو نصف قطر الخليه، يعني حافه الخليه من وصلها ايش قد وصل؟ البعد مالتي ار. والمسافه الثانيه هي المسافه بين خليتين يستخدمون نفس التردد كل وحده بكلستر اللي سميناها كو شانل سيلز، المسافه بيناتهم كابيتال دي، مسافه بيناتهم كابيتال دي. زين اذا نخلي ببالي دي على ار يساوي لنا جذر 3 ان، والسيجنال تو انترفيرنس ريشيو هذا السيجنال وهذا الانترفيرنس. لاحظ هنا حطينا علامه السيجما للدلاله على انه عدد الخلايا هو كي، عدد الخلايا اللي راح تاثر بالتداخل اللي راح تساهم بالتداخل من كي يساوي 1 الى كي نوت، عددها ايش قد؟ هنا العدد مال الخلايا يعتمد على نوعيه الشبكه مالتي، يعني مثلا اذا جينا على نظام معين نشوف الخليه مثلا هنا هاي كلها خلايا مشتركه، لاحظ هاي خليه نعتبرها الخليه مالتنا الريفرنس، شوف كم خليه تاثر عليها، شوف كل الخلايا انتبه على هاي الشغله، هاي الخليه بكلستر وهاي الخليه بكلستر ثاني، هاي الخليه بكلستر وهاي بكلستر اخر، اذا هنا كل الخلايا هاي تستخدم نفس الترددات، اذا معناها نسميهم كو شانل سيل او يسمون كو سيل. زين المسافه بيناتهم شنو؟ كابيتال دي. اي خليتين يستخدمون نفس التردد كابيتال دي، يعني بين هاي وهاي كابيتال دي، بين هاي وهاي ايضا كابيتال دي، بين هاي وهاي كابيتال دي، بين هاي الخليه وهاي الخليه كابيتال دي. شوف حتى الخلايا المتجاوره بيناتها هم المسافه بيناتها كابيتال دي، لان كلهم يستخدمون نفس التردد. هاي نعتبرها الخليه مالتنا الام المرجعيه ريفرنس سيل،
هذا يسموه الاطار الاول فيرست تاير، هذا يسموه فيرست تاير. ليش؟ لان انا من اجي اخذت لك ورقه ورسمت عليها اشكال سداسيه راح تطلع عندك خلايا مشتركه، خلينا نقول جيت حطيت الاي ورا مده هم راح ترجع الخليه اي، ورا مده راح ترجع انه بتمشي مسافه ترسم اكثر بالورقه راح تطلع عندك ايضا خلايا اسمها اي. اذا معناها عندك حزام اول او اطار اول او فريم اول او يسموه رينج اول، حلقه اولى او فيرست تاير بخلايا عددها سته كلها تستخدم نفس التردد، وبي خلايا عددها 12 بالاطار الثاني، راح تشوف ايش قد راح يصير عندك، ومن تبتعد راح يصير عندك خلايا بعد اكثر، من تروح على الاطار الثالث هم خلايا اسمها اي تستخدم نفس الترددات. اذا معناها عدد الخلايا اللي راح تتداخل اياك تزداد، كل ما انت انتقلت ابتعدت عن المركز راح تجي لهنا الى ان تغطي المنطقه. يعني عندك خليه، المفروض عندك خليه ببغداد وخليه اخرى مشابهه لها مثلا بالكوت، نفس التردد اللي يستخدمون، بس هنا راح تعتمد على الخلايا، تاثير الخلايا القريبه من عندك بس، لان الخلايا بالاطار الثاني راح يكون تاثيرها ضعيف. ضعيف ليش ضعيف؟ لان المسافه تزيد. يعني هسه خلص صار نفسي انا واقف وسط طلاب، مجموعه من الطلاب واقف بنص القاعه ودا احكي، واكو واحد يستخدم نفس التردد مالي بباب القسم، خلينا نقول ستة يحيطون بيه بالضبط، يشكلون محيط دائره، هم يحجون بنفس التردد اللي انا احكي بيه، راح يكون تاثيرهم قليل جدا، لان يعني هم باب القسم واقفين. زين، اذا اكو ناس تستخدم نفس التردد بالشارع مال المكتبات ابعد راح يصير ذولا تاثيرهم تقريبا مهمل تماما، لانه راح يكون المسافه مالتهم ابعد، وكل ما زادت مسافتهم معناها اضعاف او توهين الاشاره راح يزيد، بمعنى تاثيرهم راح يكون ما له قيمة راح يكون التأثير مالتهم. إذن عندي قلنا الدي على ار سميناها كيو، إذن هاي المعادلة الثانية اللي هسه اللي حكينا بيها، خلينا نعيد نذكر بيها، أنه الدي على ار هو جذر 3 ان هنا، ومثل ما قلنا السيجنال تو انترفيرنس ريشيو، السيجنال تتناسب مع ار اس ناقص جاما. ليش؟ لأن السيجنال بالأساس تضعف بزيادة الار، بزيادة المسافة. خلي ببالك الار والدي اثنيناتهم مسافة، واحدة نصف قطر واحدة مسافة بين خليتين مشابهة بالتردد. اذا الاس تتناسب مع واحد على ار اس جاما، صعد الار اس جاما لفوق ايش راح تصير؟ صح تصير ار اس ناقص جاما، والاي تتناسب مع واحد على دي اس ناقص جاما، مع واحد على دي العفو اس جاما، صعد الدي لفوق راح تصير دي اس ناقص جاما. إذا لاحظ اثنيناتهم مرفوعين للقوة ناقص جاما، ما عليك انت هاي ستة وهاي واحد. إذا أقدر أقول أنه اثنيناتهم أقدر أخلي هذا السيجما عندي عدده معين اللي هو من واحد إلى كينوت، إذا معناها عددها كينوت راح تصير آر أس ناقص جاما في كينوت دي أس ناقص جاما، لأن كلهم الشابهات، فماكو داعي أقول اي دي 1 اس ناقص جاما زائد دي 2 اس ناقص جاما زائد دي 3 اس ناقص جاما زائد دي 4 الى دي 6، اجمعهم لان هم الشابهات، فاكتب 6 او اكتب كي نوت اللي هو العدد الاصلي مالها، راح تصير دي على ار اس جاما على كي نوت، والدي على ار قبل شويه سميتها كيو، يعني كيو اس ناقص او كيو اس جاما على كي نوت، والكيو قلنا هو دي على ار، والدي على ار هو جذر 3 على كي نوت. اذا هذا القانون قدامك تفتهم زين، واذا تريد تفتهم لي السته اذا رسمت شكل سداسي على ورقه منتظم وظليت تعيد استخدام التردد وخليت فد ان كلستر سايز معين، راح تشوف عدد الخلايا اللي تشابه اللي كلها اسمها اي، مثلا اللي كلها اسم اي هي سته، ما تزيد ولا تنقص، هي سته بالاطار الاول. اما قيمه الجاما اعيدها عليك، بالفري سبيس قيمتها 2، بالستاندر اوربن اريا المنطقه الحضاريه المعياريه العمرانيه قيمتها 4، زين، والباقي بين هالقيمتين وممكن انه يوصل الى احيانا الى 5 او 6، ممكن يوصل الى 5 او 6. والان هو حجم الكلاستر، ممكن يكون 3 ممكن يكون 4 ممكن يكون 7 ممكن يكون 9 ممكن يكون 12 ممكن يكون، وهكذا الى الارقام اللي حشينا بها في وقتها. اذا معناها هذا المعادلة 3 9 افتهمها زين،
واعيد استخدامها مره ثانيه بمثال حتى اقدر افتهم ما احنا شنو علاقه الكلاستر، شنو علاقه نصف القطر، شنو علاقه الريوز ديستنس دي، شنو علاقه الجاما بموضوع السيجنال تو انترفيرنس ريشيو. خلي ببالك السيجنال تو انترفيرنس ريشيو له علاقه بسعه الخليه، بسعه النظام، الكاباسيتي، عدد المستخدمين. لاحظ هذا الشكل، هذا مطيك السيجنال تو انترفيرنس ريشيو باسوء الحالات. هسه نشوف شنو هي اسوء الحالات، شنو هي اسوء الحالات هسه راح نشوفها. كل ما زادت قيمه جاما، كل ما زادت قيمه جاما، كل ما السيجنال تو انترفيرنس ريشيو راح تزيد عندي. سبحان الله، يعني هي قيمه جاما من تزيد معناها خساره اكبر، بس معناها شنو؟ معناها راح يقلل الانترفيرنس. بهيك حاله استلم عندك بسط ومقام، سيجنال تو انترفيرنس، السيجنال فوق والانترفيرنس جوا، قلل الانترفيرنس معناها السيجنال تو انترفيرنس زادت. وبعد بنفس الوقت كل ما زاد الكلاستر، كل ما زاد حجم الكلاستر، كل ما زاد حجم الكلاستر معناها كل ما حصلت على شنو؟ لاحظ هنا زياده من هنا تصير زياده. لاحظ هنا حجم الكلاستر مثلا خلينا نقول من 4 سويته الى 23 او 20، خلي هنا نقول لاحظ ايش قد حصل الزياده. هنا كانت السيجنال تو انترفيرنس ريشيو 10، هنا صارت كانت تقريبا 3، ايش قد فرق كبير. اذا معناها بزياده الان، بزياده الان وبزياده الجاما، قيمه جاما، طبعا الجاما مو انا اتحكم بها، مو انا احددها، لان الجاما تحددها طبيعه المنطقه، الطبيعه العمرانيه للمنطقه. والان المصمم يتحكم بالكلاستر سايز. زين، اذا الاسهل هاي هو جذر 3، هو دي على ار اس جاما اللي هو كيو اس جاما، فعدد الخلايا المتداخله 6. اذا معناها اذا اخذت كيو اس جاما شو يساوي؟ 6 في السيجنال تو انترفيرنس ريشيو. ارفع اثنينات كيو اس جاما، ارفع عن اثنينات القوه 1 على جاما، راح تبقى كيو هي 6 في السيجنال تو انترفيرنس ريشيو اس 1 على جاما. ومنطيك مثال، واعتقد المثال حكيناه هذاك الاسبوع، المطلوب من عندنا خلي ببالك سيجنال تو انترفيرنس ريشيو من اسمها السيجنال باور والانترفيرنس باور، يعني اذا تقسم وحدات الواط او الملي واط على واحد وحده على الاخر راح يكون السيجنال تو انترفيرنس ريشيو بلا وحدات، بلا وحدات، هو دايمنشن ليس كوانتيتي. اذا هو سيجنال تو انترفيرنس ريشيو لحظه نعطيك اياه 63.1 وانتهى الموضوع. بس خلي ببالك ممكن يعطيك اياه بالدي بي، من يعطيك اياه بالدي بي ترجع تحوله الى وحدات ثانية. وقلنا الدي بي، كل دي بي هو 10 لوج، يعني لما يقول لك، لما يقول لك بي يساوي 10 لوج، خلينا نقول 100، معناها البي يساوي 10 لوج ال 100، لوج ال 100 2 في 10 20. زين ال 20 اقدر ارجعها لاصلها، ال 20 اقدر ارجعها لاصلها، شلون ارجعها لاصلها؟ راح اقول 10 اس المقدار على 10، 10 10 اس المقدار على 10، او انفرس اللوك تاخذ مالتها. هسه لاحظ هنا سيجنال تو انترفيرنس ريشيو هذا كيو اس جاما على كي، كي نوت، وهنا مطينيها 63، هنا استخدمتها عاديه، ما قال لي بالدي بي، قال لي رقم عادي سيجنال تو انترفيرنس ريشيو 63 1 يساوي لنا كيو الجاما، مطيها 4 لان مطيني ستاندرد اوربن اريا على 6، معناها كيو اس 4 تساوي 63 1 بالعشرة في 6. اذا ترفع الكيو الى الاس 1 على 4 حتى هذا، حتى تساوي، ترفع الطرف للاس 1 على 4 حتى تطلع قيمه كيو. كيو راح يطلع عندك مثل ما قلنا هو دي على ار ويساوي جذر 3 ان. اذا معناها تطلع قيمه ان، طبعا ان لازم تقربها الى عدد الصحيح، لان ماكو كلستر، ماكو كلستر 3 خلايا ونص او 7 خلايا ونص، لازم الكلستر يكون انتيجر نمبر، عدد صحيح. لاحظ هنا المثال اللي بعده مطيك هنا 12 دي بي سيجنال تو انترفيرنس ريشيو 12 دي بي. زين شلون احول ال 12 ارجعها الى قيمتها الحقيقيه؟ راح اقول احولها الى قيمه حقيقيه، ايش راح اقول؟ راح اقول 10 اس 12 على 10، 10 اس 12 على 10، او شو تقول؟ تقول ال 12 تساوي، تقول ال 12 تساوي 10 لوج مقدار معين. ال 12 تساوي لوج في مقدار معين. خلي نشوف شو نسوي، شلون نسويها. 12 تساوي
عشرة لوج مقدار معين مثل اكس، يعني معناها راح تساوي زين لوج اكس يساوي عندنا لوج اكس شو يساوي؟ اكيد 12 على 10 صح لو لا؟ 12 على 10 وش يساوي؟ 1.2. دكتور بس عدلها، سويتها 12 على 12. 12 على 10 العفو. 12 على 10 يعني 1.2. زين اذا بدي اطلع الاكس يساوي؟ اذا بدي اطلع الاكس، اكس يساوي بهيك حاله؟ اكس يساوي لوج انفيرس، مو لوج انفيرس شنو؟ لوج انفيرس مال من؟ مال الاكس. 1.2 لوج انفيرس مال الاكس، مو لوج انفيرس مال من؟ مال الاكس. انتهى الموضوع على طريقه. او شو اقول؟ اقول انا شريد او نقول 10 10 اس مرفوع للقوة، او اقول الاكس هذا نفسه يساوي 10 مرفوع للقوة 10 العفو 12، لان عندي 12 بالدي بي، 12 على 10 12 على 10 وهنا 10 اس 12 على 10 هنا راح اعدلها اسويها اس، اسويها اس هنا ارفعها سوبر سكريبت اها صارت 10 اس 12 على 10 راح تساوي لي قيمه، تساوي لي قيمه السيجنال تو انترفيرنس ريشيو كدايمنشن ليس كوانتيتي. عندك طريقتين، اما لما عندك هي 12 دي بي تقول 12 كل دي بي هو 10 لوج اكس كل دي بي، لما تحكي عن باور طبعا، لما تحكي عن باور من تحكي عن فولت لا 20 لوج اكس، لما تحكي عن تيار او مجال كهربائي تكون 20 لوج اكس. زين معناها كل دي بي بالاساس يمثل باور، كل دي بي هو 10 لوج اكس. زين 12 دي بي يساوي 10 لوج اكس، ماشي؟ ابدا اطلع الاكس شو اقول؟ لوج اكس يساوي 12 على 10 يعني يساوي 1.2. شلون اطلع الاكس؟ الاكس يساوي لوج انفيرس 1.2. طلع لوج انفيرس 1.2 بالحاسبه راح تطلع لك قيمه السيجنال تو انترفيرنس ريشيو مو بالدي بي، بالكميه الاعتياديه. حتى تتاكد من حلك ارجع اخذ لها 10 لوج راح تطلع 12. هاي طريقه. الطريقه الثانيه انه تكتب دائما 10، لان انت اللوج مالتك الاساس هو مالته 10، فتكتب 10 10 مرفوعه للقوه. ايش قد عندك بالدي بي؟ 12. 12 على 10 هذا ثابت الاساس اللي هو 10، والمقام مال الاسهم ثابت 10. سهله كلش، 12 على 10 هي 1.2، اذا 10 مرفوع على القوه 1.2 تطلع قيمه ال 12 دي بي كدايمنشن ليس كوانتيتي اللي يطلع 15.848. هذا يمثل لك السيجنال تو انترفيرنس ريشيو، والقانون مالتك فوق يقول كيو يساوي، هذا القانون مالتنا، هذا القانون مالتنا سيجنال تو انترفيرنس ريشيو يساوي كيو اس جاما على كينوت اللي هي 6. فهنا عندك راح يصير عندك 15 وكسر كيو مرفوع على القوة 4 ومقسوم على 6. إذا معناها ترجع تطبق نفس القانون راح يطلع عندك هنا عندك ال 15.848 هي تمثل لك الكيو في 6 مرفوع على القوة 1 على جاما، تطلع منها الدي على ار، والدي على ار هو نفسه جذر 3 ان، راح يطلع الان لاحظ هنا 3.248 اللي هو الكلستر سايز، واللي هو يمثل له مثل ما قلنا لازم نعتبره عدد صحيح، لازم نعتبره عدد صحيح، نقربه الى عدد صحيح، لانه ما يصير الكلستر حجمه بالكسور، وانما يصير عدد صحيح. نجي ناخذ شغله اسمها الورست كيس سيناريو. السيناريو مال الورست كيس، يعني شنو الورست كيس؟ يعني اسوء الاحتمالات. اسوء الاحتمالات. اسوء الاحتمالات مال شنو؟ أسوأ الاحتمالات مال شنو؟ أسوأ الاحتمالات لموقع أنت كمستخدم كسبسكرايبر كيوزر، وين موقعك أسوأ موقع؟ أسوأ مكان يكون لك، أسوأ مكان يكون لك لما تكون على حافة الخلية، على حافة الخلية.
احنا بدنا نحكي عن خليه معينه اللي هي الخليه الوسطانيه، ما اخذيها هي قلت لي يقول الرفرس مالتنا كانها نقطه الاصل مالتنا هي الرفرس، بدنا نحكي عن هاي الخليه. شنو اسوأ احتمال بيها؟ اسوأ احتمال انه اليوزر هذا بالخليه هاي، اليوزر الخليه الوسطانيه الرفرس مالتنا، اسوأ احتمال ان يوقع على حافه الخليه، يوقع على حافه ويكون موقع على حافه مال الخليه، بنات الخليه براس الشارع. ليش اسوأ احتمال هذا؟ هسه نشوف ليش. لان هنا عن شريد انا اريد الخلايا الباقيه هذول كلهم، لاحظوا الخلايا السته اللي هم قلنا بالفريم الاول بالاطار الاول بالتار الاول سميناه الفيرست رينج او فيرست تاير، هذا المجموعه كلها بالاصل ذوله بالاصل هذول الخلايا كلهم يستخدمون نفس التردد بما في ذلك الوسطانيه، ولهذا سميناهم كو شانل سيلز، كو شانل مثل ما قلنا مشابهين بالقنوات مشابهين بالترددات. زين كلهم بالاصل المسافه بين مركزي اي خليتين هو دي كابيتال دي، المسافه بين اي خليتين هي كابيتال دي، حتى بين هاي وهاي كابيتال دي، بين هاي وهاي كابيتال دي. ولهذا لو تشوف هسه ذني الخلايا لو تسحب بينات الخطوط من مراكز الخليه، لاحظ هذا راح شوف الرسم اللي راح اسويه، هذا خط هذا خط هذا خط هذا خط هذا خط، راح يصير شكل سداسي منتظم متساوي الابعاد منتظم ريجولر هكساجونال منتظم. شوف حتى هاي المسافه دي بين هذا المركز وهذا المركز منتظم، هاي الحاله عاديه مو حاله هي worst case، مو الحاله الأسوأ. زين شو وقت الأسوأ؟ لما يكون اليوزر طبعا هذول كلهم دي، المسافه بين مركز المركز الخليه الامويه كلها دي كلها كابيتال دي، بس هنا راح تختلف المسافه. شوف ليش تختلف؟ حطيت اليوزر على الحافه مال الخليه، هنا المسافه لاحظ هنا المسافه اذا تاخذ هذا هنا الخليه او هذا البرج اللي هنا الحد هاي راح يكون مسافته دي، صحيح راح يكون مسافته دي. ليش معنى دي؟ لاحظ بس اذا سحبت خط منها، اذا سحبت خط اذا سحبت خط منها اريد للمركز مال الخليه، هذا الخط راح يكون كانه مثلث متساوي الساقين، هذا مركز الخليه. شوف هذا الخط هذا الخط وهذا الخط دول متشابهين نفس الطول مالتهم، وكانه انا قسمت الشكل السداسي هالشكل بهالطريقه، اذا هذا الخط نفسه هذا الخط معناها هاي المسافه دي نفسها. زين اذا جيت على هاي الخليه شوف هنا اذا وصلتها لهنا، هذا اذا وصلتها لهنا راح يكون كله دي، هاي النقطه الخضراء منا لهاي النقطه الخضراء دي. زين طلع منها واجى هنا بالحافه معناها اقل منها ار، اذا راح تصير دي ناقص ار، راح تصير دي ناقص ار. نفس الشيء اذا جيت على هذا اليوزر، اذا جيت على هذا اليوزر وجبته هنا ووصلت الحد هنا، هنا راح يصير اذا وصلت الحد المركز راح يصير ار. زين وانه بزاد ار هذا المسافه راح يصير دي زائد ار. هاي المسافات ما مطلوب منك تحفظها بقدر ما مطلوب منك انه تفتهم ايش يصير. يعني هسه هذا هنا نفس هذا كانه مثلث متساوي الساقين، هاي المسافه نفس هاي المسافه، هنا الدي زادت ار، هنا الدي قلت ار، لان هاي هنا الدي هذا لو جايب الخط نفسه هذا اذا جبته حطيته هنا حتى احسب المسافه ويا الخليه، لاحظ طبعا هاي دي هسه لحد الان دي، بس اذا اجيب احطه هنا بالمركز راح تصير المسافه ايش قد؟ راح تصير المسافة أكيد دي، لاحظها راح تكون المسافة دي. زين هو هنا اليوزر مالتي هاي هنا مو على الخط الخضراء اللي جوا، إذا نقلب المسافة تشقد قلبي مقدار R، ولهذا قلت دي ناقص R. هنا بالعكس شوف هنا هذا إذا وصلت لهنا هذا المركز إذا وصلت لهنا هو دي، بس لانه اليوزر هنا زاد شقد؟ زاد تقريبا ار، طبعا هاي مو مضبوطه المسافه لانها راح تكون الار مايله، تقريبا زاد ار راح تقريبا، فراح يصير دي زائد ار. هنا نفس العمليه، هنا راح يكون دي ار على اثنين، هذا راح يكون دي زائد ار على اثنين ودي ناقص ار على اثنين. ليش هنا دي زائد ار على اثنين؟ لاحظ هنا الدي وين مالتنا؟ الدي مالتنا هو هذا، خلينا نشوف الدي مالتنا من المركز للمركز من مركزي خليتين مشابهين.
لاحظ هنا هذا الدي مالتنا. زين هاي المسافة إذا تحسبها، هاي المسافة إذا تحسبها هي R تقريبا على 2، اللي راح ياخذ الزاوية كلش قليلة 60 درجة، وهنا نفس العملية راح يكون أقرب إلى R على 2. المسافة ما أريدك، ما أريدك يعني تحفظ المسافة، فقط أريد أبين لك الحالة اللي يكون بها الورست كيس، يعني أتفه حالة وأوسع حالة تأثر على السجن. طبعا أنا شنو عندي يعني ورست كيس، ليش حالة اعتبرها سيئة؟ اللي راح يكون عندي السيجنال تو انترفيرنس ريشيو قليل، يكون قليل عندي، لان انا شريد، انا كل شغلي بالاساس انا داريد اعطي اشاره زينه، اعطي سيجنال نظيفه، اعطي فويس كواليتي عاليه، اعطي مكالمه اعطيها مرتبه، السيجنال عالي والنويز قليل، انا هذا اللي اريده. اذا معناها لما يكون عندي حاله سيئه، لما يكون عندي الورست كيس، لما يكون عندي اليوزر او المستخدم، انت حاط تليفونك بالضبط، انت جاي تتمشى ووصلت الى حافه الخليه، طبعا انت شو مدرك يا الخليه مو بها حدود، بس راح تشوف قيمه الاشاره تضعف. ليش تضعف؟ لانه راح تكون اكو خلايا، شوفوا هنا المسافه، اكو خلايا تكون قريبه منك جدا. لاحظ المسافه كانت هنا بالاصل دي المسافه، من كنت انت بالمركز، مركز الخليه، المسافه دي، هنا المسافة صارت دي زائد ار على 2، هنا دي ناقص دي زائد ار، ذولا مو مشكلة بيهم، ذولا ما عندي اشكال بيهم. ليش؟ لأن المسافة زادت عندي، يعني معناها الانترفيرنس راح يجيني قليل، المسافة زادت، صارت دي زائد ار، ومرة صارت دي زائد ار على 2، إذا خير وبركة، معناها زادت المسافة، إذا معناها السيجنال راح تضعف، السيجنال يا سيجنال، السيجنال اللي جاي مال الانترفيرنس. لان انا مشكلتي هذول جاي، هذول يسوون تداخل على انا الخليه مالتي دا ادرسها، هذا لما نزيد مسافته اقول الحمد لله والشكر. ليش؟ لانه زادت الدي صارت دي زائد ار، وانا زادت الدي صارت دي زائد ار على 2، هذول كل ما زادت مسافتهم كل ما التداخل الجاي من عندهم راح يقل. نعمه، بس هنا هاي دي همينه ماكو مشكله، الحاله العاديه يبقى عندي هنا دي ناقص ار، اذا عندي خليه كبيره والار يعني معناها كبير، معناها الدي ناقص ار، وهنا الدي ناقص ار، والدي ناقص ار على 2، مسافات صارت الخليه قريبه، او صار اليوزر الحقيقه مو الخليه قريبه، وانما صار هذا اليوزر قريب من الخلايا المشتركه، هذول الثلاثه راح يكون تاثيرهم جدا كبير في المساهمه بالانترفيرنس، ولهذا السيجنال تو انترفيرنس ريشيو راح يزيد. اذا معناها اليوزر بالاصل ايش قد كانت مسافته عن الخليه مالته، عن البرج، البرج الصوره هنا بالمركز بمقدار نصف الخليه، الصوره هنا ايضا حتى بالحافه هاي ترى نفس الشيء، اي حافه من الحواف تاخذها، اي راس من الرؤوس هو راح يعتبر ورست كيس. فهنا المسافه مالت اليوزر ايش قد؟ مسافه عن البرج مالته ار، فاكيد الاشاره مالته تتناسب مع منه؟ مع ار اس ناقص جاما، لان قلنا الاشاره بالاساس تتناسب عكسيا مع ار، يعني السيجنال تتناسب مع واحد على ار اس جاما، صعد الار اس جاما لي فوق شو تصير؟ تصير ار اس ناقص جاما، وقلنا استعاضينا عن الباور بالمسافه. نجي الى المسافات الاخرى، كم خليه عندي متداخله وياها؟ 6. كم خليه؟ 1 2 3 4 5 6، 6 خلايا. اذا معناها المقام مالتي لازم يكون 6 حدود. اول واحد من هو؟ اول واحد دي اس ناقص جاما، هذا اول واحد، هذا اول واحد، وبعد من الثاني دي زائد ار، اذا هذا دي زائد ار، هذا الثاني اثر عليه ام ناقص جاما، اس ناقص جاما، وبعد دي ناقص ار على 2، هذا دي ناقص ار على 2 اس ناقص جاما، وبعد دي زائد ار على 2، زين، وبعد عندي دي ناقص ار، دي ناقص ار 2 راح ياثرون عليه، دي ناقص ار 2 راح ياثرون عليه، فدي ناقص ار ودي زائد ار، معناها راح يصير عندي عددهم 6، هذول كلهم ياثرون على الخليه. زين منين يجي هذا الاس؟ هسه شو اسوي اذا قسمت على ار اس ناقص جاما؟ ايش راح يصير؟ ار اس، بسطوا المقام، ار اس ناقص جاما على ار اس ناقص جاما راح يصير 1. زين اذا جيت عدي كلهم ذني دي ناقص ار اس ناقص جاما، قسم على الار
كلها ناقص سبب بس المقام على ار اس ناقص جاما، راح يصير دي على ار اس ناقص جاما، وناقص ار اس ناقص جاما على ار اس ناقص جاما راح يصير واحد. اذا راح يصير عندك هالمعادله، كل دي على ار هو كيو، وار على ار واحد، كل دي على ار هو كيو، وار على 2 ار على ار راح يصير واحد، دي على ار يساوي كيو، وهكذا. ما مطلوب منك تحفظ هذا القانون بقدر ما تفتهمه، بقدر ما تفتهمه، ما مطلوب منك تحفظه، ما اطلب منك حفظ. زين، اذا جيت حكيت بفشي تقريبي، لاحظ هاي المعادله، لاحظ هاي المعادله، اذا اريد اسوي فشي تقريبي ما اريد اني اقعد ادوخ بشغله ار على 2 وار ودي زائد ار ودي ناقص ار، ما اريد اريد فشي تقريبي، اريد فشي تقريبي. لاحظ هنا، لاحظ شوف الشيء التقريبي، هذول راح تكون ارسم شكل سداسي منتظم، ارسمه على دائره، شوف المسافات، وحده راح تزيد وحده راح تنقص لما يكون بحافه الخليه، فوحده راح تصير مثلا اذا اردت بشيء تقريبي، هذا الابروكسيميتد، هذا عندك الابروكسيميتد، راح يصير عندك اثنين من الخلايا دي ناقص ار، واثنين من الخلايا دي زائد ار، واثنين من الخلايا دي يعني بعدهم. زين، اثنين من الخلايا دي زائد ار، واثنين من الخلايا دي ناقص ار، واثنين الاخ دي. لاحظ هنا هذا الشكل، لاحظ هنا ايش عندك، بس بتحكي بشكل تقريبي، ها دا احكي بشكل تقريبي، هذا المسافه مالته، خلي ارسم لنا فت خط صغير حتى تكون الشغله اوضح، ما اريد ادوخكم انا ترى، بس هي هو لازم هالشكل، يعني لازم نحكي شو نسوي يعني. لاحظ هنا هذا شنو الخط، هذا هو ار، العفو دي، هذا هو الدي، خلنا نطي غير لون، هذا زين، هذا الخط مالتنا، هذا نصف القطر، هذا نصف قطر الخليه، منين؟ من المركز للمركز، معناها لما اليوزر يكون هنا زارت المسافه ايش قد؟ زارت المسافه ار، زارت هاي القطعه من النقطه الخضراء الى حرف اي. زين، اذا اجيب هذا الخط هنا واخلي احسب هاي المسافه بشكل تقريبي، لاحظ هنا هاي نفسها، يعني هاي المسافة من المركز إلى مركز هاي الخلية نفس هاي المسافة، إذن هي دي، إذن عندي صاران 2 دي، هاي دي، ولاحظ هاي نفسها، شوف هاي نفسها، هاي هم دي، يعني هذا إذا جبته حطيته هنا نفس العملية راح يصير دي، هنا دي زائد ار، شوف هنا المسافة من هنا لهنا دي، وزاد عليها، زاد عليها نصف القطر، هنا كذلك من هنا لهنا هي دي وزاد عليها نصف القطر، هنا صارت قريبة على ذني، إذن قل منها نصف القطر، هذا بشكل تقريبي حتى نحسب مثل ما قلنا، أنا نستعيض حسابات الباور، حسابات القدرة، نحسبها بدلالة من بدلالة المسافة، ليش ندوخ نفسنا ونروح للقدرة، نحسب ناخذ 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 المسافة، لأن هي المسافة تناسب بينها وبين القدرة. نجي إلى زيادة شنو، زيادة الكلاستر سايز، زيادة الكلاستر سايز، زيادة حجم العنقود، مثل ما قلت لكم حجم العنقود هذا من دي يزيد، ايش يصير؟ شفناها احنا، لان قلنا دي على ار يساوي جذر 3 ان، لاحظنا هذا الشكل بوقتها، هذا الشكل، لما نزود حجم العنقود الكلستر سايز دي يزيد، معناها السيجنال تو انترفيرنس ريشيو راح تزيد عندي، راح تزيد. ليش؟ ليش؟ شنو علاقة الحجم العنقود بالكلستر سايز؟ من يزيد الحجم، من يزيد الحجم معناها جذر 3، يعني اذا عندك منطقه تغطيها خلينا نقول بعشر عناقيد، خلينا نقول حجم المساحه كل عنقود 10 كيلومتر، خلينا نقول مساحه 100 كيلومتر مربع، تغطيها بعشر عناقيد، زين؟ اذا غطيتها بعشر عناقيد معناها عندك عدد العناقيد المطلوبه لك، اذا واحد مساحته 10 كيلومتر معناها العدد المطلوب عندك 10، وشفناه احنا بالمثال، اذا تروح المثال راح تشوف لانه نسبه كل ما زاد الكلستر هو جذر 3 ان، كل ما زاد الجذر 3 ان الدي على ار راح تزيد، لانه دي على ار يساوي جذر 3 ان،
كل ما زاد الدي على ان كل ما الدي على ار كنسبة تزيد. ليش؟ لأن بالأساس الدي زادت، المسافة بين خلية وخلية تستخدم نفس التردد زادت، فهنا راح يصير عندي والدي على ار هي شنية لها علاقة بمن؟ لها علاقة بالسيجنال تو انترفيرنس ريشيو، مثل ما قلنا يساوي دي يساوي لنا 6 دي على ار يساوي لنا 6 في السيجنال تو انترفيرنس ريشيو واحد على جاما، مثل ما شفت المعادلة مالتنا اللي هي هاي المعادلة، الكيو هي الدي على ار اس جاما على 6. خلي الستة على صفحة، قول واحد على ستة، واحد على ستة دي على ار اس جاما. اذا السيجنال تو انترفيرنس ريشيو ساوي دي على ار او تتناسب مع دي على ار اس جاما. الدي تزيد بفعل زيادة الان لان دي على ار جذر 3 ان، اذا معناها السيجنال تو انترفيرنس ريشيو تزيد. اللي اتمنى بس هاي الامثلة تقروها زين حتى اذا واحد عنده سؤال بها يراجعني ويسألني، وامثله بسيطه مثل ما تعلمنا. وشنو مثل ما قلنا شنو نقصد هنا؟ عندنا حالتين بس بالورست كيس، حاله نريدها مضبوطه وحاله نريدها ابروكسيميتد. وقلت لك هاي ابروكسيميتد يعني معناها تقريبيه، مره دي تزيد عليها ار ومره دي تقل منها ار ومره دي تبقى مثل ما هي. فلاحظنا بين حاله وحاله اكو فرق بالابروكسيميتد، قلنا يطلع تقريبا 49 حوالي 17 دي بي، 49 و56 17 دي بي، في حين من استخدمها المعادلة الثانية 17 و8 دي بي. فالفرق بيناتهم بسيط، يعني فرق بيناتهم بسيط، الفرق بيناتهم بسيط. فلما نستخدم المضبوطة ونستخدم هاي الطريقة اللي هي تقريبية، قلنا عبارة عن طريقة تقريبية، نجي شلون نزود شلون نقلل شلون نقلل الانترفيرنس. أنا قلنا أريد المهم عندي شنو؟ المهم عندي احصل سيجنال تو انترفيرنس ريشيو عاليه، والسيجنال تو انترفيرنس ريشيو قلنا داله لمن؟ داله للدي على ار، والدي على ار انه اقدر ازود الدي على ار، الدي على ار هي جذر 3. يعني الطريقه الاولى لزياره السيجنال تو انترفيرنس ريشيو هو انا ازود الكلاستر سايز ان. لاحظ هنا هاي العباره increasing cluster size n entails a significant decrease in capacity، معناها راح يسوي لي عندي انه لما نزود الار راح يسوي لي ديكريز بالكاباسيتي. فور ذات ريزن وي وود افويد انكريزنج نمبر اوف ار فريكوانسي ريوس باترن. ات از كلير ذات از ان انكريز ذا نمبر اوف فريكوانسي شانل اساين تو ا سيل از ريدوسد. هنا لما نزود الان معناها النمبر اوف فريكوانسي شانل يعني معناها عدد القنوات. لما نزود الان عدد القنوات تؤسيل المخصصة إلى الخلية الوحدة راح يقل. في هذه الحالة إيش راح يقل؟ راح تقل الكاباسيتي، راح تقل الكاباسيتي. ليش؟ أنا لما أزود الآن إيش راح أسوي؟ يعني عندي 1000 دينار أقسمها على 10، أقسمها على 10 شيء يصير كل واحد يأخذ 10، بس إذا أقسمها على 5 كل واحد راح يأخذ 200. الألف دينار أقسمها على 10 كل واحد يأخذ 100، إذا أقسمها على 5 كل واحد يأخذ 200. إذا معناها إذا زودت الكلاستر عدد القنوات بالخلية الوحدة راح يقل، عدد القنوات بالخلية الوحدة يقل. فإذا أنا أقدر أزود الآن لكن أزودها بحدود معينة حتى أقدر أسوي موازنة بيناتهم. اللي عنده سؤال يسألني لأنه أخاف أثقلت عليكم بالمعلومات حتى بالمحاضرة الجايه. تفضل. احنا سيجنال تو انترفيرنس الافضل نصعدها لو نقللها. احنا السيجنال تو انترفيرنس ريشيو اعتيادي. انا اريد سيجنال تو انترفيرنس ريشيو نظيفه زينه، يعني اريد السيجنال عالي والانترفيرنس قليل. يعني نسبتها بالدي بي عالي لازم لو قليل، يعني طبعا بالدي بي عاليه لازم اكيد اريد سيجنال تو انترفيرنس ريشيو عاليه. بس هنا خلي ببالك اكو ستاندرات مقبوله، يعني مو تسويها مثلا ماكو شيء اسمه سيجنال تو انترفيرنس ريشيو 100. يعني مثلا بالجي اس ام بالجيل الثاني 12 بالجيل الثالث 18، هاي العتبه خلي نسميها الستاندر هذا من 16 الى 18 بالجيل الثالث والرابع. بس عندي بالجيل الثاني جي اس ام اللي مستخدم حاليا بالعراق 12 سيجنال تو انترفيرنس ريشيو 12. فطبعا كل ما صعدها معناها انا احصل على سيجنال واضحه والانترفيرنس قليل. من اسمها سيجنال تو انترفيرنس واضحه؟
واضحة دكتور. بعد من عنده سؤال؟ بالإطار الأول يأثرون 6 خلايا، بالإطار الثاني يأثرون 12 خلية، بالإطار الثالث 18 خلية. هاي سويت بها حسابات وحسبتها أنا يعني ببحث. بالإطار الأول الفريم الأول 6. وعلى مود الساعة دكتور، على مود الساعة هاي كل ما زيدنا نمبر اوف كلاستر، لان الساعة قل يعني السي قصدك الساعة؟ لا هو السي عدد المقصود بالساعة هنا مثل ما قلت لكم، ساعة عدد القنوات المخصصة للخلية. يعني انت عندك كلاستر 3 مثل ما قلنا، عندك حجم الكلاستر 3، عندك خلينا نقول 1000 قناة، 1000 قناة تقسمها على 3، كل خلية تحصل 333، صح لو لا؟ العفو على 3، اي كل خلية تحصل 333. إذا زودت الكلاستر سويته خلينا نقول 7، راح الألف تتقسم على 7، الساعة راح تقل أو ما تقل؟ راح تقل، مثل المثال اللي شفناه، أكيد عدد الخلايا المخصصة، عدد الخلايا المخصصة لكل خلية راح يقل. هذا بيحكي عن نظام متماثل، يعني نظام الشابه كل الخلايا نفس المساحات، لأنه راح يصير 1/3 بالأول وبعدين يصير 1/7، صح لو لا؟ صحيح دكتور. منو عنده سؤال؟ مصطفى عين الطيني، من الغياب اليوم عندك؟ إيه على راحتك.